العمل العرض الذي أنجزه إف كلاين كما قلت 1960 لقطة نشوفوا اللقطة الأخرى الجسد النسائية هذه ساهمت في بداء قماشات عن طريق البصمة بصمة الجسد والأثر الناتج من حركات الارتباء اصطدام الجسد في القماش الى اخره تحت تاثير الموسيقى تحت على ايقاع موسيقى النظم الفنان وبالتالي تظل تجربه عبد الطيف الزين تجربه محدوده في الزمان والمكان ولم تقدم اي جديد للمشهد التشكيلي المغربي حسب تصوري الخاص. اذا نعود الى تجربه المغربي مهدي جورج الحدود التي اثارت زوبة من الغضب والاصطياد بحيث انه كان ينوي عرض هذه الاجساد بمراكش خلال عام 2011 ضمن تظاهره فنيه اقيمت هناك ويلاحظ في تجربه هذا الفنان هو انتهاك المقدس من خلال ربط النصوص القرانيه باجساد عاليه طبعا هذا ما كما قلت مثلا في بروز اعمال احتجاجيه كبيره جدا على هذا التنظيف الذي طرح في اعتقادي سؤالا اخلاقيا واثيقيا يظل مفتوحا على الكثير من القراءات والتأويلات. اذا هكذا نختم بهذه الاعمال وكما قلت في البدايه وكما ذكر بذلك قبلي الاستاذ محمد الشيخ هذه ورقه مختزله عباره عن ارضيه على ان النص الكامل يوجد في الكتاب المقترح للطبع وظل ايضا مفتوح على مجموعه من التجارب التي لم يشملها العرض واتمنى ان تكون هناك اضافات خلال المناقشه والاسئله التي على هذا الموضوع الذي كما قلت في البدايه من المواضع الشائكه والمركبة في الحديث عن التجربة التشكيلية المغربية وعلى الأقل جزء من هذه التجربة. أشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة. إذا سمحتم هناك عرض في 6 دقائق بعنوان تحولات الجسد للفنان عبد الكريم الأزهر لا بأس أن نشاهد أيضا هذه التجربة بعد ذلك نفتح باب المناقشة. بوصفها حافظة جمعية وخزانا لمجموعة من المشاهد والمرائي التي ترصد تجربة الفنان في الإبداع والحياة. عبر هذه النافذة تسلل الكائن البشري ليبعث كتيمة رئيسة لازمت البحث الصباغي عند الفنان الأزهر لسنوات قبل أن يتحول فيزيقيا ويفقد الكثير من خصائصه الجسمانية إذ سيصير في شكل رموز وعلامات إيقونية إقلالية غارقة في الاختزال إشارات غرافيكية أرقام نوافذ حروف
نفسهم أشكال بيضوية، وفيما بعد أعين قوارب ونبتات. في سياق هذا التحول الجمالي صارت اللوحة فضاء يعز بالعديد من النظرات والرؤى المتتالية التي لا تنتهي، لكنها غير منقطعة، هي تماما مثل عينين الشاعر مفتوحتان على الخارج ومقلوبتان على الداخل، على حد تعبير أحد كتاب العرب. عيون فيما هي وجود، هي كذلك رموز، هي ذلك الفراغ الممتلئ بالمرائي والتجارب الإنسانية الباعثة على التأمل، عيون مفتوحة على التفاصيل الصغيرة والأشياء الهامشة. في هذه الجمالية التعبيرية والتعبيرية الجمالية يذوب الأصل في النسخة، وتموت الصرخات في النظرات الحادة والمتأملة، من ثم تبدو الوجوه مختلفة بنفسها على مسطح اللوحة، وجوه آدمية تزاحم تارة وتنفصل تارة أخرى بفعل الإنحاء والتشطيب اللوني الذي يميز أسلوب الرسم المستعمل. فالفنان الأزهر يضع اللون فوق اللون بيسر متناهٍ، لا ليمحي الثاني الأول، بل ليمنح الوجوه المرسومة جمالية تجريدية بملامح واقعية تسأل الذاكرة والبصر، وكأنه بذلك يعيد تركيب هوية أصحابها. فبفعل مدركاته البصرية واستخدامه لخطوط رخوة وأخرى متوترة سريعة التنفيذ، فإن الوجوه التي يرسمها الفنان الأزهر تنساب في لدونة صافية، الأمر الذي يمنحها الحيوية الضرورية التي تقود المتلقي إلى استشفاف البنية الغرافيكية لعناصر البناء والتكوين، ومنها الخدوش والكتب المكتظة بالخطوط المنفلتة والمقطعات المساحية الحرة غير المقطرة، فضلا عن المواد المرئية والألوان الترابية لبعض درجاتها الضوئية والضبية. لذلك ترى النظرات والرؤى المرسومة مصدر شواغل الفنان ومنطلق إبداعه الصباغي الجديد الذي تنسكب فيه العديد من الدلالات والمعاني الإيقونية ذات الاتصال المباشر وغير المباشر بالأرض والجبور. هذه الوجوه والنظرات الآسرة تجسد بصمتها وسديميتها غنائية صداحة تعبر عن الألوان المبتهجة التي يختارها الفنان للوحاته. أضف إلى ذلك جمال السند الذي يعكس في رمزيته وبساطته ورق الإسمنت الكنانيش المدرسية المستعملة، يعكس الرغبة في لفت الانتباه إلى قيمة الأشياء الهامشية والمرمية وتحويلها إلى مواد للتشكيل الفني والجمالي وإدماجها في نسيج التوعية البيئية، وليس بالضرورة نوعا من التقشف كما قد يفهم خطأ. زد على ذلك خاصية إبداعية أخرى يتميز بها الفنان الأزهر، هي قدرته على إنتاج أعمال في الحفر والنسخ الفني بجودة تعبيرية عالية، وهذا ليس لغريب بالنظر إلى تخصصه وتكوينه الأكاديمي في هذا المجال، دون نسيان الإشارة إلى مساهماته المتنوعة في إنجاز العديد من الملصقات لفائدة المؤسسات التعليمية والثقافية والاجتماعية العديدة، وكذلك تخصصه في تصميم أغلبة الكتب والإصدارات التربوية والثقافية التي أمست فضاءات جمالية لرسوماته ولوحاته الصباغية المعبرة التي تقول كل شيء وتخفي كل شيء في آنها. مؤسس نظريا هذا العرض
على اختصاره وعلى كثافته كان دالا. وقف سبحان الإنسان عند مجموعة من النماذج التشكيلية التي استوحت الجسد واستحضرته كطيمة فنية. طب الحال لمقاربة حضور الجسد عميد الأستاذ إلى عملية توصيفية ونجأ طب الحال إلى صناعها مع كثرة التجارب وتنوعها وتعددها لا يمكن لأي باحث إلا أن يعمل على توصيف وتصنيف اللجوء إلى باراديمات أو إبدالات عامة. وهذه السنافات العامة كما لاحظتم فيها ما هو متصل بالبورتري سنافات الجسد الشرعي أو الجسد الإيروتيكي. أولد ضمن هذه السنافة بالكالية حميدي والإيروتيكي ناولوجي الشرعي في طابع يحل بطبيعة الحال. الصنافة الثانية البورتري وكان من نماذج الجسد التغيير أفضل كان من نماذج دل عليه القاسمي شفاز دريسي. أيضا الجسد في أبعاده الرمزية وفي الشغل الرمزي عليه نجد تجربة صردي وتجربة عزيز سيد. أيضا على مستوى الجريد أي القراءة بين قوسين الجريدية للجسد على المستوى التشكيلي نجد فيها تجربة حساني والشرحيالي تجربة حسين مبو والحركية الجديدة نجد فيها محمد المزيان التجديد الهندسي أيضا محمد المليحي والهندسي منصوري. بورتري يقف عن حسن عند التجربة الأبوري والتجربة تقديم الصغار وسعيد أسفان. طبعا الحال جسد المحبوب أيضا يقف عند تجربة كل من إكرام قباج وفرحول على اعتبار أن هناك مجموعة من الأسماء الأخرى التي لم تذكر ولكن الكتاب ترد فيه هذه الأسماء منها هو عربي مسجد قراءة المخطوط عربيا تجربة إسماعيل شمود من فلسطين ونساء الدين من الأردن صفوان بحمود من سوريا تجارب المغربية كاين بغداد النعاس كاين غالي من أسماء لا تذكر هنا تذكر هنا في العرض ولكن بحال لأن المساحة الزمنية ضيقة جدا محددة للعرض لا تسمح بحال بأن يرد الأسماء تورد الأسماء جميعا ولكن من ذلك عينات دالة على أن الجسد في التجربة الفنية التشكيلية المغربية له حضور بأبعاد متعددة بإيحاءات مختلفة بحيث يمكن أن يشكل مرجعية للباحث ويمكن أن يشكل أيضا تيمة لاستكشافه وقراءته باعتباره مفتاح لقراءة هذه التعبيرات التشكيلية وفي نفس الوقت لتصنيفها. فشكرا له على هذا العرض وشكرا له أيضا على العرض الشرف والتأكيد الذي قدمه بشأن تجربة تكريم الأزهر والباب مفتوح الآن إذا كانت هناك تعقيبات. كان واحد استدراك نعم استدراك تم إفعال مجموعة من الصور التي ربما لم يتم تركيبها في الشريط وهي تنتمي للطيف التجاري التي تحضر أيضا لها وتعتبر من الأوائل الفنانين في المغرب الذين اهتموا بتيمة الجسد اشتغلت على الجسد الخيالات لسيلو دبلو يعني في فترة يعني كان لها سبق ممغصة وطبعا لا يمكن انكاره بالنظر الى القيمه الابداعيه لهذه المبدع التي بصمت مسارها الفني والجمالي بكثير من الانتاج والابداع. كذلك الفنانين الذين تميزوا وابدعوا في موضوع الجسد شفيق الزكاري الذي احضر معنا والذي اشتغل في اعمال متنوعه خصوصا في تجربته الاخيره التي عرض باسبانيا وهنا بالمغرب على